فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبدلوا الاختصاص من الفوت نمشي ونحكي وباسكيت. اكيد سمعتوا بالقضية الشهيرة بين الملعب النابلي وكذلك الجامعة التونسية لكرة السلة، خاصة بين رئيس الملعب النابلي مروان فلفل وكذلك رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي. قضية وصلت للكناس واللي أهبطت حكمها تقريبا منذ يومين في القضية هذه، وأنصفت الملعب النابلي ورئيسه. على كل معنا بتليفون مروان فلفل رئيس الملعب النابلي. اسمع مروان، أهلا بك. أهلا بك سلام، مرحبا بالسادة المستمعين مستمعي إكسبريس فام، سعيد بالتواجد معك في فير بلاي، ودائما هذا البرنامج رانا نتبعوه ورانا مغرومين به، وان شاء الله في مواسم قادمه معناها يحظى بنفس المواصله في العمل وفي الاشعاع والمجهود الكبير اللي تقوم به. سلام، راهو كل جمهور رياضي يتبع فيه وان شاء الله ديما متالق. يعطيك الصحه، شكرا لك سي مروان. على كل اخيرا الكناس حكمت في القضيه بينكم وبين رئيس جماعة كرة السلة سيد علي البنزرتي، وكان يعطينا أكثر تفاصيل على حكم تاع الكناس وحتى العباد اللي ما عندهمش فكرة على الموضوع تعطينا فكرة على القضية. هو نحن تعلمنا في قرار للجامعة التونسية لكرة السلة فيه زوج جوانب، الجانب الأولاني هو تجميد نشاطي باعتباري رئيس للملعب النابلي، مع العلم أنه الملعب النابلي عنده أربع فروع: كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم والرجبي، وبصفتي رئيس الجمعية الكل معناها دون الخوض، وغرامة مالية، وفما مجموعة من الإجراءات اللي أصدرها المكتب الجامعي في حقي. مشينا للكناس تعنا في هذا القرار اللي اعتبرناه بطبيعة الحال قرار جائر ويعبر على بداية إنشاء لديكتاتورية رياضية في كرة السلة، والحمد لله بطبيعة الحال بتوفيق من الله، وبطبيعة الحال لأنه الملف كان بطبيعة الحال قانونياً سليم. حب نشكر محامي الجمعية في طارق العليمي على مجهوده، وعلى الفريق القانوني للملعب النابلي اللي قاموا بالدور متاعهم من أجل إعلاء الحق وإعلاء القانون وحكمة هيئة التحكيم الرياضي في جلستها المعقدة البارح بنقض قبول الطعن ونقض قرار المكتب الجامعي والتنفيذ على المسودة. يعني كل الإجراءات اللي خذتها جماعة كرة السلة في حق الملعب النابلي في حق رئيسه أصبحت باطلة منذ البارح تاريخ إصدار الحكم، اللي هو نعتبره قرار تاريخي أولا، لأنه كانت رياضة كانت تجم تمشي في السقين وتدخل في السبيرال متاع الدكتاتورية ومتاع حكم الشخص وأهواء الشخص على حساب الميثاق الرياضي والأخلاق الرياضية والحوكمة متاع إدارة الجامعات وإدارة الرياضة، خاصة أنه رياضة كرة السلة كما برشا رياضات من الرياضات النبيلة دي سواء المستوى اللي فيها ومستوى الجمعيات ومستوى اللاعبين من مستويات الراقية، معناها عمرنا ما وصلنا في معناها في صراع معناها شخصي بأسباب واهية. المهم كان الهدف متاع من خلال المحاولة هذه كان محاولة إسكاتنا وتركيعنا، تركيع جمعية عمرها 84 سنة ما توقفش على شخصي البسيط ولا هلاقي اللي معايا اللي هي الشابة. نذكر خذيت مقاليد الجمعية عندها عام ونص في وضع صعيب في كورونا، في جمعية كانت نتائجها الرياضية مدنية جدا في وضعية مالية صعيبة جدا، ديون ومعناها مشاكل كبيرة على مستوى خلاص الأجور على خلاص المستحقات، وضعية ما كانت تهدد حتى بقاء الجمعية وحتى توصلها. تحملت الهيئة المديرة وفريق شاب للأمان نحب نشكره فردا فردا المسؤولية في مختلف الفروع، وفي ظرف المدة النيابية هذه منذ عام معناها تحققت المهاجم نقول على المستوى الرياضي نقلة كبيرة في نابل في الملعب النابلي. بعد 11 سنة يرجع الملعب النابلي اللي هو مدرسة في الرجبي إلى التتويجات ويهز بطولة الموسم في الرجبي 15 لاعب بعد 11 سنة، ويرجع الفريق الأكثر تتويجا في تاريخ الرجبي في تونس. سنة إن شاء الله صعود الفريق الوطني فريق كرة اليد إلى القسم الوطني A، وإن شاء الله بطبيعة الحال في كرة السلة حققنا نتائج ممتازة جدا. عنا 10 سنين ما حققناهاش، انه لعبنا نهائي كاس الجامعه وترشحنا للسوبر بلاي اوف والمرتبه الثالثه في البطوله ونصف نهائي كاس، وفي البطوله والكاس معناها كان امام حامل لقب. هذا على المستوى الرياضي. ملعب نابلي اربع اختصاصات رياضيه مهمه، رياضات جماعيه، 1200 مجاز معناها اطار فني من اكفى الاطارات، ومناره للرياضه في جهه تعشق الرياضه معناها تاريخ كبير. مع الأسف الشديد لقينا رواحنا معناها هيك الرياضي
يعني من عهد آخر من العهد الستاليني السوفيتي ذهبي حتى جماعة كرة سلة في كوريا الشمالية يعني تتصرفش هكا فهمتني. فحب معناها تلفيق قضية معناها في أساس تدوينات فيسبوكية ما نعرفوش الصفحة شنية الكلام اللي تقال ما بطبيعة الحال اللي تقال على لسان رئيس جمعية على مسؤول على لسان على لسان لاعب هكا معناها العقوبة صارت على كلام في صفحات تابعين لحبايب نتاع ملعب النابلي. والله أنا ما نعرفهم لحد الآن الصفحات شنوما. استدعاونا نهار اثنين معناها يوم الاثنين في أول ماي 300 و 400 ظهر لي نهار اثنين 11 متاع الصباح قالوا لنا رئيس الجمعية بنفسه يلزم يكون حاضر قدام لجنة التأديب مرة ثلاثة متاع العشية معناها من باترو ثلاثة سوايع يلزم تجينا معناها قضية إرهابية تقول قضية أمن دولة شنو إيش صار معناها نسألوا طلبنا جاوبنا كتابيا أنه ماذا بينا نطلعوا على المؤاخذات شنو نحضروا الدفاع إذا كان فما معناها ثاني استدعاك لجنة التأديب معناها على الأقل فما مؤاخذات قانونية. الإجابة أنه لا يمكن التأخير وأنت راك مشمول بالقوانين العامة والقوانين الكل ويزمك تطلع عليها. إيه معناها عليش فما مؤاخذة فرق بين أني بطبيعة الحال لجنة التأديب مش تحكم عليها بس حتيك طريقة التعامل كيفاش صارت وفوجانا غيابيا طلبنا التأجيل مرتين كتابيا في الظرف نتاع ثلاثة ساعات هذية بطبيعة الحال نجابها بالرفض معناها مسألة مستعجلة جدا معناها هي في قضايا أمن قومي معناها حتى في قضايا الأمن القومي عندك الحق بتاع الدفاع وكل شيء هذا ما صارش نفاجأ معناها والبطولة مستمرة راهو نحكيو على مستوى معناها أثناء بطولة كرة السلة نلعب مباراة كل النهارين في ظرف نتاع كورونا في ظرف اقتصادي صعيب راهو في ظرف مجهود بدني كبير وتو نحكي على الأسباب نتاعو لأنه هالجامعة هذه تحولت إسلام إلى جامعة في خدمة فريق مهما كانت المعطيات الجامعة على جوندا تتبدل الكالندري تبدل 17 مرة خدمة لأجندة فريق اللي هو اللي هو حامل اللقب واللي نحترمه واللي هو يستحق معناها رياضيا الاتحاد المنستيري تقصد بطبيعة الحال ولكن رياضيا الفريق حط برشا فلوس زادة وجايب أحسن ملاعبية الاتحاد المنستيري المنستيري ما يستحق معناها يكون فما شكون يدز معاه ما حاجتوش معناها هذه بالعمليات هذه نتاع الزايده اللي نسميها الاكسترا سبورتيف اللي هي اللي تشرف الرياضه ولا تشرف هيك الرياضي نورمالمون يمثل كل الجمعيات فهمتني. اكتشفنا ان المثل تخص الملعب النادي كيفاش يرجع الملعب النادي خاصه انه فما استراتيجيه ممنهجه انه المدارس نتاع كره السله لازم تتلغى هذه معناها المدارس الكبرى نتاع كره السله حلق الواد هو نورمالمون رئيس الجامعه نتاع كره السله علي بن زرتي يسعى لتطوير المدارس هذه بالعكس بيجيبوا لنا احسن ملاعبيه واكثر ملاعبيه المفروض يكون هكا جهويه اسلام مثل وليد جهويه باعتبار انتماء انه رئيس الجمعيه هذه رئيس الجامعه وهذا هذه ترى معناها معناها كما نقولوا تقدم الانتماء الجهوي نتاعه وطوع الجامعه الى قضية شخصية معناها مع رئيس النادي. الكلام هذا كل سي مروان يبقى على ذمتك انت واذا كان حاب يتدخل في علي بن زرتي يطلب حق رد ولا حاجة هو قرار الكناس هو قرار الكناس قالوا فيه الكلام هذا كل ردهم على الطعن نتاعنا جاوبوا فيه وردنا في الطعن راهو انا مانيش نتحدث من فراغ وعلاش ما جيتكش سليم عندما صار التجميد نتاعي وعندما صار تسليط العقوبات عليه لاني مشي نأمن بالقانون وعندي طريقة في التعامل الرياضي لأني مسؤول ونأثر ومؤثر وعندي في مسؤوليتي 1200 مجاز من مختلف الأصناف احنا نأثروا فيهم ونكونوا فيهم ونعلموا فيهم باش يكونوا مواطنين صالحين قبل ما يكونوا رياضيين ناجحين فبالتالي عندي واجب معناها تربوي واجب تأطيري ما نجمش نتكلم هكايا ولا قلت لي القرار نتاع الكناس كان فيه هذا شنو كان فيه بالضبط الديسيزيون نتاع الكناس؟ بطبيعة الحال الرد على الرد على كل معناها دفعات الجامعة على اساس انه الملعب النابلي معناها اصدر تدوينات او عمل حاجات معناها مخلة بالميثاق الرياضي والاخلاق الرياضية التجميد اللي تبناه على اساس افعال خطيرة معناها تمس بالاخلاق الرياضيه وكذا تم نقضه وبالتالي هو تاكيد على انه الصيغه معناها الصبغه انا نسميها الكيديه والغير قانونيه للتصرف هذا وما نجم نفسره كان حاجه برك اسلام انه فما ديكتاتوريه فما شخص موجود على جاسم على كره السله منذ 2009 يتقلق كي يبداو مسؤولين الشتم
وشباب، خاصة انه بقى لي اليوم مسؤولية جمعية رياضية راهي ماهيش هدية، معناها انا نسميهم مناضلين ومجاهدين، الناس اليوم تحمل في التسير الرياضي في الظروف هذه، ظروف نتاع حجر صحي، ظروف نتاع أزمة صحية، أزمة اقتصادية، بدون حضور جمهور، بدون موارد، وبنفس المصاريف اللي يطلبها معناها بطولة محترفة ورياضة محترفة. وخاصة انك معناها تتحمل في معناها مصاريف ونفقات معناها قارة، هذه حق لاعبيك، حق الإطار الفني، وفي ظرف اقتصادي صحيح، وفي ظرف شح المواهب وغياب الجمهور في بعض الأحيان، معناها وضعيات المؤسسات الداعمة ماهيش هي بيدها، معناها هذه علاش نقول لك انا مع انك تخاف على صحة لاعبيك وتحافظ على البروتوكول الصحي في مختلف الرياضات وتتنقل، و ما ظهر لي اللي عملناه تيست كوفيد السنة معناها في كل جول معناها الأصناف معناها والمتابعة الصحية والتواصل مع الجمهور، فهمتني؟ فبالتالي كان معناها أنا أقول معناها أي مسؤول رياضي، مش نتحدث على شخصي ولا جمعيتي، نتحدث على كل المسؤولين الرياضيين، كان عام معناها متاع نضال حقيقي، نضال في الميدان الرياضي، معناها طارق جمعية ولا جوز في تونس الكلنا معناها الجمعيات كل راي تعاني في ازمات ماديه خانقه. فبالتالي انت كي تلقى ناس جات اليوم وتحملت المسؤوليه وتحب تخدم بلادها والرياضه في جهتها، معناها هذا ما يساعدش انا نقول ديناصورات الرياضه اللي معناها واحد عنده عشرات السنين معناها في مكتب جامعي ويخدم بالنظام انا ما نفهموش، وربما تجاوزته الاحداث ورانا في 2021 ماناش في نظام الولاءات، وانك معناها ترضى عليا ما فماش علاش ترضى عليا، انا يرضى عليا ضميري اولا وجهتي وفريقي والناس اللي بالحق عطاتني ثقه. مشابه شويه لقضيه هذا الشاب مع جماعه كره قدم ظهر تدوين فيسبوك فيسبوك من ناحيه جماعه كره قدم كان عندها على الاقل الكثير من الاساليب القانونيه وعطات وعيطت وعطات حق الدفاع على الاقل، فهمتني؟ ما طاحش لانه ما تعطيش حق دفاع وتتعسف وتتهم بالباطل، فما على الاقل تدوينات ومستعفين به، هذا يفضلك لك ملف معناه اخطر من 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 لا مشاوي المقارنه، والله معناه هلال الشابه تنجم تلقى هنا معناه ديزرقيموه غادي ديزرقيموه، هذه جامعه تصدرت لك معناها مكتب جامعي ياتمر باوامر رئيسه لانه ظهر له انه فما رئيس ما ينفعش ولا معناها انسان معناها ماهوش في بيت الطاعه، فهمتني؟ ويجا معناها نضربوا المدارس هذه نتاع كره السله اللي تكون وتخلق وديما تطلع لاعبين وبالفلوس ولا مش بالفلوس، مش تقعد مدارس نتاع كرة السلة والناس تحب فيها الرياضة، فهمتني؟ وعندها فكر جديد وماهيش مشكل وعندها طريقة جديدة في التسيير بطبيعة الحال مع احترام كل يعني هذه المستويات اللي نتاع الناس وخيانة اللي معايا مسؤولين من خيرة من شباب نابل ويحبوا الرياضة ومستوى عالي سواء ناجحين مهنيا وفي حياتهم معناها، وبالعكس يضيفوا للرياضه. سي اكد لي صحيح ولا غلط؟ سمعت انه باش تظلم ولا هيك الدوليه، صحيح هذا ولا غلط؟ والله كل المسارات التقاضيه انا لحد الان ما دابا انصفني القضاء التونسي بطبيعه الحال، فما زاد تبعات رياضيه، هي الرياضه بطبيعه الحال كهياكل موجوده مشرف على الرياضه قاريا ولا دوليا، بطبيعه الحال لازم تعلم بالتصرفات نتاع هالجامعه هذه. السيد معناها جاسم على صدر كرة السلة في تونس معناها وكأنه لا حسيب ولا رقيب، فهمتني؟ ويعزل ويولي ويخلق في نظام تاع ولاءات وناس معناها وجمعيات معناها مشيت ورا الشمس واندثرت، وكل الهم هو تأبيد سلطته وبقائه في هذه على هذه الجامعة، وكأنه الهدف أصبح البقاء على رأس جامعة كرة السلة مش رياضة كرة السلة، وهذا اللي قلق. كرة عقد، اما خلي الرياضه تتطور وخلي الجمعيات وانت تتطور وخلي الناس تحب الرياضه نتاعها، فهمتني؟ مش تتحول الى دكتاتور معناها ومنطق شبكت ولاءات ونعطيك عقوبه ونذلك بها ونعمل لك انا سيف نالي مسلط على الانديه واللي مش معايا نصب له شيك واللي معايا نفسخه له واساليب معناها نترفع انا باش نحكي عليها اليوم. احنا دخلنا للرياضه اخويا فلان لانه نعتقد انه احد اهم ركائز بناء انسان متوازن ومواطن متوازن هو العمل الرياضي، واحد انبل معناها مجالات العمل العام هو المجال الرياضي،
تقابل بفكر معناها من انا نقول لك من الاتحاد السوفيتي، حتى في الاتحاد السوفيتي ما كانتش الجامعات الرياضيه تدار بالطريقه هذه. واضح، يعطيك الصحه. طريقه معناها نتاع قديمه. انا نقول وختاما نحب نشكر اللاعبين الملعب النوبي، جمهور الملعب النوبي في اطاراته. ورساله اخيره الى اذا كان يتبعوا فيها في جامعه كره السله، انا ننبههم واحذرهم من المس مجددا بالملعب النوبي اليوم ولا غدوه. يعني نعرف انا سياستك التمكيل واحد، راهو رانا مستعدين. البنوته بحذاك تعيط لك يا سي مروان. يعني شكرا لك، يعطيك الصحة مروان فلفل رئيس الملعب النابلي على تدخلك معنا. نأكد الكلام اللي قلته بطبيعة الحال مسؤوليتك أنت مروان فلفل رئيس الملعب النابلي، أي حد من الجامعة التونسية لكرة السلة وإلا علي بنزرتي رئيس الجامعة التونسية يطلب حق رد، مرحبا بها.